أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم معنا وهذه الحلقة من أهل بلدي. أعزائي المشاهدين، ويسعدنا أن يكون لنا هذا اللقاء بالكيميائي عبد الجواد عامر، مدير إنتاج بمصنع سكر. أهلا بك يا فندم. أهلا يا فندم، مرحبا بكم في مصنع سكر. والحمد لله احنا سعداء جدا أن تكونوا معانا بإذن الله النهارده. عايزين نعرف المرحلة اللي احنا فيها دي، مرحلة إيه؟ احنا هنبتدي دلوقتي بعد عمليات الاستخلاص، هنداخل عمليات الإنتاج الرئيسية داخل المصنع. هنبتدي بعد، احنا هنا دخلنا خلاص عنبر الإنتاج في مقدمة المصنع. هنبتدي إن شاء الله بإذن الله بالمعالجة الكيميائية والمعالجة الحرارية. العصير بقى عندنا جاء خلاص من العصارة، عندنا عصير الانتشار والعصير الرئيسي، ينزل معانا على تانك تكسير النشا ونرفعه بعد كده. كده أنا العصير مرفوع 100 من العصارات على هنا. تمام. خلاص رفعنا درجة حرارته في المعالجة الأولية من 45 ل 72 تمهيدا لعمليات المعالجة. بينزل معانا على حوض تكسير النشا هنا. بنضيف عليه حمض الارس، حمض الارس وفوسفوريك معايا سيادتك، ده بتركيز حوالي 6% تقريبا. ده كده عند حوض التكسير انا كده. الحوض ده تحت سيادتك. بعد كده بنرفع من الخط ده، احنا بندخل على ابراج المعالجه. ابراج المعالجه هنبتدي دلوقتي احنا المعالجه الكيميائيه. المعالجه الكيميائيه. هنضيف اول حاجه محلول لبن الجير، ده بنضيفه عندنا احنا عشان نعمل ترسيب لكل الرواسب وكل الشوائب الموجوده في العصير. محلول لبن الجير. محلول لبن الجير. تمام. ده بيتحضر في عنبر تاني وبنجهزه بعمليات كيميائيه معينه عشان احنا بعد كده نضيفه للعصير. بنضيفه طبعا بتركيز معين ونسب معينه. حضرتك لو احنا نقدر تبص، هل يعني فكره اللي هو لبن الجير، هل زياده النسب بتاعته بتاثر على جوده السكر بتاعته؟ طبعا هو ضروري احنا بنحاول
بنحاول نظبطه في الكميات والنسب بتاعته المظبوطه، لان زيادته مشكله وجلته مشكله. جلته بتؤدي الى عدم ترسيب للشوائب كويس، وبتدينا لون عصير وشكله مش كويس، بينتجنا سكر مش مطابق للمواصفات يعني للدرجه اللي هي. لكن احنا بنحاول نظبطه، ومعانا شغل كيماويات بنحاول نظبط بيه النسبه الموجود. المعالجه معايا حضرتك. تمام. احنا بنضيف، بعد ما هنضيف محلول لبن الكير في برج المعالجه، بناخد عينات باستمرار بواسطه الفن المعالجه. ده اللي هو ايه بالنسبه لي؟ باستخدام دليل الفنول. هي عمليه المعالجه كده، دي عمليات المعالجه كده. احنا بنقول ان احنا كده ماشيين في المعدل المظبوط، بظبط درجه الوصل الهيدروجيني. الماده اللي هو بيضيفها دي عباره عن ايه؟ ده دليل بيكشف بيه درجه بي اتش الوصل الهيدروجيني بتاعته، هل هي مظبوطه ولا لا. جميل. تمام كده، هو وصل للدرجه المطلوبه تماما. تمام. بعد كده بنضيف غاز ثاني اكسيد الكبريت على برج المعالجه برضو. تمام. عشان بيعمل لنا ثلاث حاجات: بيشيلنا اللزوجه الموجوده في العصير، وبيعادل الزياده الموجوده من محلول لبن الجير، وبعد كده بيفتح لنا الالوان، بيظبط الالوان خالص يعني. هات عينه محمد. يعني احنا شفنا مرحلتين، مرحله ادانا لون اخضر، ومرحله بدون لون وردي. اضافه لبن الجير. تمام. دلوقتي احنا هنضيف، ضفنا غاز ثاني اكسيد الكبريت، وزي ما قلت لسيادتك ده بيطلع بيدين الالوان. هات يا محمد عينه من ال ده حضرتك كده. هات يا محمد من المعامل. خلاص احنا بعد كده انا عايز عينه بالدليل. ماشي، بنظبط الدليل احنا برضو كده، بنقول ان ده درجه البيتش بتاعته اللي احنا مظبوطه اللي احنا عايزينها. تمام معايا حضرتك. بعد كده بناخد العصير ده نرفعه على سخانات المعامل. سخانات المعامل دي بنرفع درجه الحراره قبل ما ندخلها لاحواض الترويج عشان نروج العصير لحوالي 100 درجه، 103 105 درجه مئويه. 105 درجه مئويه. جميل. بعد كده احنا بنروجه في احواض الترويج. في احواض الترويج بيدينا حاجتين: بيدينا عصير رايق اللي هو سيادتك ده. ده اللي هو العصير الرايق. ده العصير الرايق. خلاص معايا حضرتك. والعصير العكر بناخده على المرشحات المستمره. العصير خلاص ده العصير الرايق. خلاص ده معايا حضرتك كده. وصل العصير العكر اللي لسه فيه ايه؟ العصير العكر اللي هو فيه بقى الطينه والشوائب والمصاص الناعم والحاجات الثانيه دي كلها الموجوده في العصير اصلا. دي بناخدها سيادتك على المرشحات المستمره.
كده احنا وصلنا للعصير الرائق. خلاص ده كده ايه العصير الرائق هيبتدي بعد كده لعمليات التبخير عشان التركيز. تمام. وهناخد العصير العكر على المرشحات المستمره. تمام. هنبتدي نفصل منه الطينه، ودي بناخدها منتج سنوي جانبي بره. هنا وصلنا لايه؟ لعمليه الفصل. كده خلاص هنفصل. احنا بنفصل الطينه كده. احنا يعني احنا كده شايفين يا باشمهندس يعني اهو نسبه كبيره من الطينه. ايوه. هل الطينه دي ممكن نستفيد بيها؟ طبعا احنا بناخدها كمنتج سنوي تاني. تمام. بنستخدمها، احنا بنصنعوا منها السماد، السماد عضوي، والشركه بتستفيد منها يعني عباره عن زي الكومبوست. كومبوست، وصلحوا فيه اراضي جديده، بدات طبعا ياخدوها للمزارعين للاراضي الجديده برضو، وعملت جوده كويسه جدا. هل في اقبال من قبل المزارعين لاستخدام طبعا عندينا احنا لاستخدام، مفيش منتج احنا بيترمي. المصاص لاستخدام، الملاس لاستخدام، الطينه ليها استخدام، مفيش اي منتج بيترمي. بعد المرحله دي انا عرفت كل العصير اللي عندي عصير رائق 100%. انا باخد العصير الرائق حضرتك على عنبر التبخير والتركيز، باخد العصير اللي طالع ده مش بيبقى رائق 100%، بعيد تاني، برجعه تاني، اعمله واعلي معالجه كيميائيه مره اخرى، واروح على الترويج مره تانيه باذن الله. يعني لازم اي جزئيه انا بستفيد بيها. ما فيش عندنا، ما فيش حاجه احنا يعني اقدر اقول يا باشمهندس ان هنا كل حاجه انا بستفيد بيها. بستفيد بيها، ما فيش حاجه احنا عندنا، ما فيش اي يعني اي مواد احنا ممكن احنا يعني متلفه او احنا بنرميها او احنا، ما فيش، كل جزء عندنا في شركه السكر بنستفيد منه تماما باذن الله سبحانه وتعالى. كده احنا دخلنا على محطة التبخير. على محطة التبخير هنبتدي احنا هنا كده محطة التبخير دي. لقينا منها العصير الرائق. العصير الرائق. تمام. دي مرحلة محطة التبخير. هنبتدي بطلع بيه على الغلات دي. تمام. بنخش بيه على هنا سيادتك. انا كده اللي انا قاعد قدامها دي عبارة عن ايه؟ هو بتبتدي تطلع من هنا. ماشي. يخش العصير. بيجي من الترمبات طبعا. يعني جاي من الترمبات. بنرفع على الاجسام دي.
تمام. كل مجموعه دي متكونه من 5 اجسام تمام. كل واحد بيشتغل بدرجه حراره ببخار بدرجه حراره معينه عشان اصل في النهايه لتركيز العصير، اوصل لتركيز 64-65%. يعني انا المرحله اللي عندي دي ده الجسم الاول بيستخدم نوع بخار معين تمام، بدرجة حرارة معينة، بيوصل لدرجة تركيز معينة حوالي يعني 20-22%. ده كده مرحلة غليان. ده مرحلة غليان. مرحلة الغليان والتركيز. التركيز. بعد مرحلة الغليان والتركيز بروح فين؟ أنا بعد كده بنقل للجسم اللي بعده. ده الأجسام بنقل من مرحلة، يعني المرحلة دي أيوه آخد منها على المرحلة الثانية. الثالثة ولا كل مرحلة منفصلة عن الثانية، مرحلة نهائية كله متصل ببعضه سيريس. تمام. مع بعضه وبيرجع المرحلة الثانية. ايوه. ودي المرحلة الثالثة. تمام. طب ايه الاختلاف يا باشمهندس ما بين المرحلة الأولى والمرحلة الثانية؟ المرحلة الثالثة نوع البخار اللي أنت بتستخدمه ودرجة الحرارة وتركيز العصير اللي طالع مني. التركيز العصير يعني هنا التركيز العصير بيوصل لحوالي 48% 50%. الاول كان عندي كام؟ 36% دي اول حاجه بيخش 14%. جميل. كل مرحله بزود مرحله بزود التركيز معايا بستخدم فيها بخار بدرجه معينه. جميل. هنا انا بستخدم في الجسمين دول بخار تحت تفريغ عشان اوطي درجه الغليان بتاعته، بدل ما اخليه يغلي عند 100 درجه مئويه او اكتر بخليه يغلي عند 65 درجه مئويه. تمام. عمليه تدريج هنا حضرتك. المرحلة الأخيرة أنا بوصل لدرجة التركيز حوالي 65% 64-65% وبيبقى كده مستعد خلاص أنا هدخله على عمليات البلورة اللي هي شبه نهائية إن شاء الله. يعني أنا كده مرحلة التركيز عندي 64-65%. أعزائي المشاهدين إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة، على وعد باللقاء في حلقة أخرى من أهل بلدي. شكرا لكم وإلى اللقاء.